هيك خلصنا ال HF اللي هو ال frictionless. في شيء عندنا اسمه minor losses, minor losses أو component losses. هدول بيحكوا لهم الماينر, يعني احيانا بيكونوا ايش رقمهم صغير كثير, فاحيانا بنعملهم ايش بنعملهم اجنور, يعني ما بنحسبهم ما بنحطهم بالحسابات. اذا حكى لك بالسؤال اجنور ماينر لوسز ما بتحسبهم, اذا حكى لك لا لازم تحسبهم. القانون العام لهم هو ايش, اتش سي بيساوي كي في الفي تبعته جي. طب بدك تعرف ايش الكي وايش ايش اي في واي اي, فكل واحد له كي خاص فيه, كل واحد له كي خاص فيه. في عندك جدول بالكتاب زي هيك, كل دخل اول شيء انترنس بتشوف الار على دي, لو كان زيرو متى بيكون زيرو, لو بيكون زي هيك هاي على دي بيكون زيرو. دائما بتعرف الكي انترنس بتساوي 0.25. لو كان هذا طبعا مش حفظ ولا شيء حفظ, هو بيعطيك دائما الكي جاهز او بيعطيك الار على دي مثلا او دي على 2 هيك. اول شيء عندنا انترنس, شوف بيكون قانون انترنس, بحكي لك قانون الانترس اتش اي اللي هي مش اسمه, هي سمول مش كابيتال. الكابيتال يعني اكزيت او اتش دي يعني ديستار, تحكي كي في الفي تربيع كي اي في الفي تربيع على 2 جي. هاي اول قانون عندنا الانترس, يعني بس صعبت تحط الكي لإله في الفي تربيع على 2 جي. طبعا الفي تربيع اخر شيء تاخذ عامل مشترك, كل ما يتغير اللينكث تاخذ في له جديد, ما تغيرش اللينكث خلص نفس الفي. هون تعرف هاي لا معروفه دائما انه الانترنس افرضها 0.5 اذا ما اعطاك الار على دي, اذا اعطاك الار على دي خلص هاي مكتوبه دائما. هون عندك كونتراكشن انه ايش انه الباي بيكون كبير بتغير الدي دايمتر له بقل, فبقول لك دي 2 على دي 1 بتقسم الدي 2 على دي 1. لو طلع معك مثلا 0 بتروح هون او هون حسب الايش حسب الزاويه. لو طلع معك مثلا 0.20 بتروح هون او هون. لو طلع معك بين مثلا 0.20 0.4 يعني 0.3 تعمل انتربوليشن من هون وهون 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 بتطلع هاي الكونتراكشن. شو الكونتراكشن قانونه؟ كي في سي في الفي تربيع على 2 جي, يعني بس غير ايش غير الكي. اكسبانشن برضو ايش بكون دايمتر صغير بعدين بيكبر, بكون بتحكي دي 1 على دي 2. لو طلع معك 0 وهاي مثلا 20 او 180 بيطلع هيك, ومثلا طلع معك 0.42 برضو تعمل, فبتحكي الاتش ايش اتش الاكسبانشن اي كابيتال ايش بيساوي كي الاكسبانشن في الفي تربيع على 2 جي. طيب هون لو حكى لك انه 90 ديجري متر بين تكون كي البند 1.1, لو حكى لك 90 ديجري سموث بند حسب ايش حسب الار على دي, هو بيعطيك الار على دي او يمكن يعطيك مثل الار يساوي كذا وانت عارف الدي. فدول مثل الار على دي لو سوت 1 اذا كي البند بيساوي 0.35, الار على دي سوت 2 كي البند بيساوي 0.19, وهكذا. وتعمل انتربوليشن اذا كانوا بين الرقمين ال H للبند ايش بيساوي K في البند في V تربيع على 2G, يعني head losses due to H to pins. واحيانا طبعا بيكون في اكثر من بند, فبتعمل مثلا 3 في كذا في عددهم. هل الفالفز اللي هم مصممات كيف كل مش حفظ طبعا, اذا بدك تحفظهم احفظ الجلوف فالف والجيت فالف لانه هو اكثر اشي بيجي. جلوف فالف لو كان وايد اوبن ال KV يساوي 10, لو كانت ايش لو كانت جلوب وايش وايد اوبن. لو كانت جيت فالف وايد اوبن كي في بيساوي زي وهكذا. بكون بعطيك التي لو زي التي, بكون بعطيك الزاوية مثلا لهم 95 البو دراع 45 او 90, بكون كله معطيك اياه, يعني هو بحدد لك الكي هيك. لازم هاي هي ال H ايش H الكومبوننت. طيب عرفنا ال HF وعرفنا HC, في شيء عندنا ايش component loss, component losses. هاي هو طبعا كل الأسئلة يعني اكثر الأسئلة بالامتحان راح تيجي عليها انه ايش انه عشان تعرف انه هل انت فاهم انه في نوعين من ال head losses, هل تعرف تحسبهم ولا لا. فبتحكي ال H total HL total راح يساوي HF summation HF, لانه في لانه كل ما يتغير ال بدك تاخذ HF friction غير ما هتغير الدايميتر برضه كل شغل, زائد سميشن ال K في C في ال V تربيع على 2G, K لل components في ال V تربيع يعني حسب كم component عندك. اذا هذا قانون ال component. ناخذ مثال عشان تثبت المعلومة, كيف بدنا نحسب الاثنين مع بعض.
اكثر الاسئله دائما بعطيك اثنين مع بعض، بس اذا في حد حكى لنا ايش؟ حكى لنا اجنور ماينر لوسز، ماينر لوسز، اجنور ماينر لوسز، بنشيل ما بنحسب هدول. اذا ما حكى لنا لا لازم نحسبهم ولا بيختلف الجواب. اوكي، في عندنا هالسؤال. اول شيء معطيني ان يو بيساوي 4 في 10 سالب 9 سالب 5، اس معطيني 0.9، الكيو معطيني 0.028، معطيني سموث باي نوعه سموث والدايمتر له 15 سنتيمتر. اوكي، نوع سموث يعني بتقدر تجيب هاي الاليفيشن اوف ذا اول، بده الاليفيشن هون اوف ذا اول ذا ابر، يعني بالهاي الاعلى بالتانك الاعلى، هاي 1 هاي 2 بفيد الابر. اوكي، كم الاليفيشن هون؟ معطيني 130 اليفيشن، معطيني شوف هذا البايب كامل، بس شو فيه هون ايش؟ 90 هاي بنت وهاي بنت. اوكي، فهم معطين القرعه دي لهم، لهاي ولهاي اثنين، معطين من هون 60 متر، معطين من هون 7 متر، معطين من هون يعني ال كامل شو بدي يساوي؟ 60 متر زائد 7 زائد 130، ال كامل راح يساوي ليش؟ لانه كله نفس الدايمتر. اوكي، وهذا كله حكى لك انه هذا كله بايب كامل، لو كل واحد دايمتر غير لا حتجيب اتش اف هون اتش سي هون اتش اف هون اتش سي هون اتش اف هون اتش سي هون، بتسمعهم كلهم بيطلع لك الاتش ال، بس هون هذا كله كامل، فبتجيب الاتش اف كامل لها للبايب كامل والاتش سي كومبوننت. شوف عندنا انترانس وعندنا اكزيت، دائما عندنا انترانس هاي حتكون نص وهي حتكون واحد، لانه ما عندك ار على دي، يعني ما حكى لك هيك، ما حكى لك الار على دي، فخلص دائما نص، هاي دائما واحد، الديسشارج دائما واحد. بحكي 60 زائد 4 زائد 130، هيك الآلة طلع معي 197 متر. طيب أول إشي إيش بدنا نعمل؟ أول إشي بدي أطلع هاي الإليفيشن، يبقى لازم أكتب معادلة إنرجي إكويشن بين هون وهون. أوكي، بحكي إنرجي إكويشن بين 1 and 2. أوكي، بحكي إنرجي equation between أول حل، دائما أعرف إيش المتطلبات وأعرف إيش بده، هو بده إيش؟ بده end one، يعني إيش؟ يعني أول شيء P1 على الجاما زائد Z1 زائد V1 تربيع على 2G في بام، لا إذا إيش؟ HP0 راح يساوي P2 على الجاما زائد Z2 زائد V2 تربيع على 2G، طبعا ما في توربين إذا HT0 زائد شو؟ زائد head losses. طيب اول شيء هون تانك، اذا في 1 على الجامعه راح تكون 0، والفي 1 على في 1 تربيع 2 جي برضه 0، ليش؟ لانه تانك ما في سرعه، ما في دائما ما تانك ما في لا سرعه ولا بريشر، و2 برضه نفس الشيء، هاي 0 هاي 0. ايش ضل عندي؟ ضل عندي زي 1 انا بدي اياها. شو بدها تساوي؟ بدها تساوي زي 2 زائد الاتش ال. طيب اذا الزي 1 ايش بدها تساوي؟ الزي 2 اللي هو 130 متر الليفيشن يعني ان 2 زائد الهيد لوس. هلا لو انت جبت الهيد لوس خلص بتجيب الزي 1 بنحل السؤال. طب كيف بدك تجيب الهيد لوس؟ بدك تعرف، بدك تعرف كل شيء، بدك تعرف كل شيء معطيك اياه. بحكي الهيد لوس شو بدي اساوي؟ بدي اساوي في تربيع على 2 جي. اوكي، بحط عامل مشترك. شوف عندي اول شيء الفريكشن لوس اف في ال على دي زائد، اول شيء شوف عندي، عندي كي انترانس. اوكي، زائد هسا كل بنت ايش عندي؟ عندي 2 بنت، فبحكي 2 في كي بي. اوكي، زائد كيل اكزيت، كيل اكزيت هيك كلهم عامل مشترك، ليش؟ لانه نفس الفي، نفس الدايمتر ده نفس الفي. لو جبت هذول كلهم بجيب الهيد لوس. بحكي هيد لوسز، بحكي الهيد لوس ايش بدي اسوي؟ اساوي في تربيع على 2 جي في الاف في ال اللي هو ايش؟ 197 على دي اللي هو معطيني 15 اذا 0.15 زائد كيل الانترنس هو ايش؟ 0 نص زائد 2 في كيل بين معطيني ار على دي يساوي 2، فبروح على الجدول كيل بين هي هاي 90 سموث بين هيك شكلها السؤال، هي وهيك شكلها، اذا هاي ار على دي معطيني 2، اذا كيل بين حيكون 0.1 هيك، هي هيك بتطلع ال K لأي شيء بدك اياه. ف 2 في 0.19 زائد K exit اللي هو واحد، هاي ثابت لازم تحفظه، دائما بيكون في exit طبعا دائما واحد. شوف عندي لازم اجيب ال V صح؟ طيب ال V شو بدها تساوي؟ Q على A. اوكي،
إذا بحكي لك شو معطيني 0.028، ال L هي باي على 4 0.15 تربيع، بيطلع معي 0.028 على باي على 4 0.15 تربيع. ال V بدي أساوي 1.58 متر لكل سكند. طب طلعت ال V، إيش 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 بدي أطلع؟ بطلع ريل نمبر، بدي أساوي V في دي على نيو، نيو بعطيك إياها. إذا ال VS 1.58 في الدايمتر هو 0.15، النيو هي بعطيك إياها 4 في 10 سالب 5. كم بطلع معي الجواب؟ بطلع معي 1.58 0.15، 4 في 10 سالب 5 بطلع معي 5.93 في 10 سالب. اوكي طيب، طلع معي رن نمبر. هلا كل كي اس على دي ايش 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 حكى لك؟ سموث بايب. سموث بايب دائما كي اس له صفر، فكي اس على دي صفر على 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 رقم ده صفر. كيف بدنا نجيبه؟ من ايش؟ من مودي دايجرام. بحكي بكون معطيني كيرف خاص بالسموث بايب، ايش بكون هيك مستقيم يعني، بس راح يعتمد على الار، راح يعتمد على الرن نمبر. 5.93 في 10 3 وين بروح؟ هاي 10 استرات، اذا بروح على يمينها دائما هون بيكون الرقم روح يمينه، هاي 1 هاي 2 هاي 4، اذا بروح على النص تقريبا تقريبا النص، اذا هاي 3 ايش انت عندك 5.9 يعني تقريبا ايش؟ تقريبا 6 صح؟ هون هاي 6 هاي هون 5.9 تقريبا هون. بروح هيك بمشي خط مستقيم لحد ما قاطع ايش؟ لحد ما قاطع السموث بايب. هيو معطينه هاد هاد للسموث بايب، بقاطعه بمشي بخط مستقيم لحد ما اوصل او اخر شيء قاطعت هون صح؟ اذا ايش؟ بروح هيك. طيب هاي 0.03، اذا هاي بحكي 0.032، هاي 0.034، هاي 0.036، هاي حتكون 8، هاي حتكون 0.040. هيك دائما او اخذ انتربوليشن او تقدر دائما قرب ال. اذا الاف طلع معي 0.036، طلعت معي الاف. طيب عندي كل اشي، ايش بضل عندي؟ بضل عندي الاتش، عندي كل اشي، طلعت الاف، اذا شو بضل عندي؟ بيطلع عندي الاتش ال. طيب اذا اتش ال بتساوي في تربيع لنا اياها 1.58 تربيع على 2 في 9.81، في العامل المشترك اف طلع معنا 0.036، في ال اللي هو طول البايب حسبناها 197 على الدايمتر هو 0.15 لانه كان 15 سنتيمتر فحوله للمتر، زائد الكيل انترانس اللي هو ايش؟ نص. هلا لازم لانه ما في ار على دي كان صفر، في 2 في الكي بي اللي هو طلع معنا ايش؟ 2 في 0.19، ليش؟ لانه كان في 2 بن، زائد كيل اكزيت واحد، هاي لازم تحفظها. دائما في عندنا ايش؟ في عندنا discharge او exit ke يساوي 1. اذا هون بحكي hl بدها تساوي 1.58 تربيع على 2 في 9.81 في 0.036 في 197 على 0.15 زائد نص زائد 2 في 0.19 زائد 1، سكر القوس، هيك بتكون زي كأنه عامل مشترك اللي هو الفيتا الماجي، بيطلع معي 6.254 متر. هيك بيطلع معي اتش ال. طيب المعادلة اللي احنا بدنا اياها هي ايش؟ زد 1، زد 1 ايش راح تساوي؟ 130 زائد الاتش ال. اذا زي 1 راح تساوي 130 زائد 6.254، اذا الزي 1 ايش بدها تساوي؟ 6.254 زود 130 متر بيطلع معي 136.254 متر. وهيك بنكون خلصنا اصعب الافكار، انه ايش؟ انه يكون عندك minor losses وflexion losses نفس السؤال. فلازم تعرف في عندنا بس كم نوتس، انه اول اشي لما كل ما يتغير length للباي او كل ما يتغير diameter للباي، بدك HF و HC جديدة، فدائما اعمل ايش؟ سميشن لكل واحده، وهيك بتطلع هاي. ودائما اعمل انرجي كويشن بين واحد وثاني عشان تطلع الاتش ال يساوي كذا، بصير ايش؟ بصير كويشن. واخر نوت انه ايش؟
انه تركز بالكاسات وايش المطلوب منه، وتعرف تعرف ايش المعطى بالسؤال. يعطيك العافية.